يعني عايزة بقى قبل ما اختم مع حضرتك، عايزة اسألك، يعني من وقت للتاني بتطلع شائعات عن زيادة رسوم النظافة، الرسوم هتزيد ولا مش هتزيد؟ لا حضرتك، قانون تنظيم إدارة المخلفات اللي هو تم اعتماده من البرلمان في أكتوبر اللي فات، واللائحة التنفيذية لسه شغالين فيها إن شاء الله تعتمد قريب، بتراعي محدودي الدخل، فبنبتدي من 2 جنيه للمحدودي الدخل لغاية الفئات اللي بتوصل ل 30 جنيه أو 40 جنيه للسكني، وبعدين 100 أو 200 أو 500 للتجاري والمولات وما إلى آخره. المشكلة اللي عندنا، أنا عايزة بس أوضح مشكلة الرسوم وما تم ادعائه على إن الدولة هتلم فلوس عشان أصله الرسوم زيادة بتاعة الرسوم دي النظافة. سيادة الوزيرة بتكون دايما مدخل للشائعات. بالظبط، أنا بحكي لك، ما أنا عشان كده بحكي لك، أي الرسوم اللي موجودة اللي تم إقرارها في القانون سيتم التطبيق بتاعها بعد ما نبتدي إن إحنا يبقى في منظومة أو في نموذج أو مشروع تجريبي بيوري الخدمة اللي بتتقدم إيه عشان المواطنين بتاعها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، وده اللي أهم، اللي كان موجود قبل القانون كان الجمع اللي هو السكني اللي هي على فواتير بتاعة الكهرباء، لكن العدادات العادية ما كانش عليها رسوم، ما كانش فيه ان الاكشاك بتدفع المستشفيات، المولات، المصانع، الشركات، السياحه، كل دول ما كانوش موجودين اصلا. اللي انا عايزه اقوله لك ان كانت المحافظات اللي بتجمعه عشان تعمل الرسوم بتاعه النظافه نفسها بيوصل لا يتعدى المليار، ممكن يوصل حوالي 800 مليون، لكن اللي مطلوب عشان نشغل الخدمه، ما انت بتدفعي قصاد خدمه ايوه بتتقدم لك، بنوصل حوالي ل 7 او 8 مليار جنيه سنوي لعمليات التشغيل فقط، يعني و10 الفجوة مليار كبيرة وال10 بين مليار اللي بيتلم وبين المصاريف. بالظبط. والدولة في خلال ال3 سنين اللي فاتوا وهي بتعمل البنية التحتية ما زودتش الرسوم، ما قالتش طب انا هزود الرسوم عشان ابني المدفن ولا ابني المصنع ولا اعمل المحطة الوسيطة، لان معلش، يعني البنية انتوا التحتية اللي فهمتوا انه هتوروا المواطن خدمة جديدة وبعدين هتزودوا الرسوم. بالظبط، والرسوم دي لو هتزيد مش هتزيد عشان خاطر ان هي تؤثر على محدود الدخل، يعني احنا قعدنا جلسات طويله جدا في البرلمان عشان نضمن ان لو الرسوم موجوده مش زيادتها بل تشمل فئات لم تكن مشموله في القانون اللي فات للنظافه، ما هو برضو مش من العدل ان انا الم حتى ولو 4 جنيه او 2 جنيه من السكني ولا الم من التجاري او الاكشاك او المولات او الشركات السياحيه، ما هم دول بياخدوا الخدمه برضو، انت فاهمه انا طبعا. قصدي، ما دي المخلفات بتاعتهم بتطلع. فاللي انا عايزه اقوله ان احنا الرسوم تم مناقشتها في البرلمان لم يتم تطبيقها حتى تاريخه، مع ان القانون طلع في اكتوبر اللي فات. الدوله بتصرف على البنيه التحتيه اللي هي هتتكلف 10 مليار ولم يتم جمع رسوم من المواطن عشان البنيه التحتيه اللي بتتعمل دلوقتي اللي بقالها سنتين. وفي الاخر بيقوم وزير المعني اللي هو وزير التنميه المحليه بعرض الامر على مجلس الوزراء والفئات المختلفه. طيب، هل المواطن ليه دور في ده؟ المواطن ليه دور كبير أقصد جدا في في ان التوعية احنا تحديدا يعني. اقول لحضرتك، احنا مثلا الشركات او الشركتين اللي لسه مبتدئين يمكن بقى لهم اسبوع او 10 ايام أي في شرق القاهره والمنطقه الغربيه، المفروض ان هم من ضمن المهام بتاعت هذه الشركات ان هي تضع سله للكمامه وللمهملات في الشوارع في اماكن معينه. دور المواطن ان ما ينفعش الجامع الكمامه ينزل هو بياخد الكيس بتاع الكمامه من البيت ويوديه العربيه عشان بعد كده يروح المحطه الوسيطه والمصنع وما الى اخره. ما ينفعش يعني انتوا كمان بتغيروا ثقافة المواطن. ما ينفعش يخلص في الشارع وبعد 5 دقائق يعني نمشي في الشارع. انت فاهمه، يعني في دلوقتي في الشرق بالظبط. وغرب القاهره 3 ورديات اي بيلاحقوا، مش بيلاحقوا بجد يعني النظام مدى، طب المسابقه مدى بيلاقوا الاستجابة بقى؟ ده اللي احنا بنعمله دلوقتي، ان في جزء كبير يعني واجب على المواطن وفي جزء كبير احنا بنشتغل على رفع الوعي للمواطن ايه السلوكيات اللي المفروض ان هو يسلكها. عشان كده لما كنت بقول لك فكرة، هرجع تاني لتنظيف الشواطئ، لما بنلم المخلفات من على الشواطئ وندخل
الاولاد بتوع المدارس والشباب بتوع الجامعه، هو ده اللي انت بتغيري فيه ثقافه مجتمع، ان انت تبتدي تركزي على النشء من هو لما من هو صغير. هو لما هيروح بعد كده مع اسرته ويلاقي حد منها او حد جنبه بيعمل كده هيقول له لا، بالظبط هيستنكر بالظبط، الموقف يعني. هيستنكر الوضع ده، ولما هيبقى طبعا حتى مش هيلاقي صندوق القمامه يرمي فيه هيشيلها معاه لغايه ما يروح البيت وهيرميها. ده صحيح. هو اهم حاجه الحقيقه السلوكيات، السلوكيات لازم تتغير. انا طبعا طبعا بشكرك سياده الوزيره دكتوره ياسمين فؤاد وزيره البيئه انك نورتينا النهارده في 90 دقيقه. والصراحه يا جماعه يعني مساله البيئه دي هي اكتر حاجه فيها مشاركه محتاجينها من المواطن ومحتاجينها من المجتمع والدوله. ما ينفعش انهم يعملوا لك منظومه نظافه وانت تفضل ترمي في الشارع. ما هو ما ينفعش انا افضل انظف وانت ترمي، انظف وانت ترمي. يعني لما يقولوا لك عندنا منظومة تدوير للمخلفات لازم ان احنا نشارك فيها، وهنبقى كسبانين منها لما نبيع المخلفات دي بفلوس على فكرة. يعني ده اللي احنا عايزينه فعلا في كل حاجة في مصر، دولة بتبني ومواطن بيساعد.